في شيء؟ سعاد ايش فيها؟ من اليوم تعاملني معاملة غريبة، طايحت له تشعم وتدقر وتنزل فيني قدام العالم وتحسسني كني مو موجودة بالكشتة، كله منك الله يهداك. اي خليها خلاص عاد، يعني من زين سعاده اعطيها فتره كذي يطخ، ما تعرفينها. بس الموضوع ما يستاهل تزعل نفسها مني هالكثر. لانها تافهه وتفهمنها ماكو بعد. ابتسام انا اقول حقريها، طيعيني حقريها وبتشوفينها كم يوم بتحاجيك ولا كنا في شيء. انا ابي مره واحده تحس باللي انا احس فيه بدون لا تقعد تبرر وتحسسني ان كل شيء بالدنيا تافه. وانت الله يهداك كل مواضيع تكبرينها تسوي لي من الحبه أبا على قولتهم. يعني شلون الحين ماكو بالدنيا موضوع غير سعاد سعاد سعاد؟ واخر شوي وانت قاعدة شو بغيتي؟ بغيت شريط كاسيت. ادري فيك انت ما تخلين شريط جديد الا وشريتي. اوكي شريط منو؟ شنو قولي لي شنو عندك؟ تبين الصج انا عاجبني شريط نجوى كرم. وي ناسيته بالسيارة حسافة. امبي اغاني هتين توديك عالم ثاني. على طار العالم الثاني. العاشق الولهان شو اخباره؟ قريتها 16 مرة. تفهم قولي شو مكتوب؟ لا لا لهني بس عاد لا تدوي يا كرة عاد قولي. استحي سعاد الحين ما استحيت يوم تقولي لي ان في واحد دزت مكتوب، بس تستحين قولي لي شنو المكتوب بالمكتوب؟ اي يعني ابي هالشيء هذا خاص. زين الفارس المرسم ما قالوا منو؟ لا اخاف يطلع بنت نفس مسلسل غرباء. باي سعاد ويا كرهك انا بروحي مسوسه، لا تخليني قاعده افكر زياده. اقول قومي خذي الكاسيت اللي تبينه وطلعي برا، مو ناقصني غثه. وش في تتخشمر معاك؟ حمقتي على طول. مو تعبت ابي اعرف منو هذا. انزين انت ما فكرتي تدزي له مكتوب؟ وانا عارفه عشان ادز له مكتوب. بدل ما هو يحط المكتوب، انت حطي له مكتوب خليه ياخذه. شو اكتب فيه؟ قولي له كل شيء بخاطرك. قولي له يعني شو تفكرين فيه؟ شو تحلمين فيه؟ يمكن ديك الساعه يتلحلح ويفهم النغزه. ويخطي الخطوة الثانية. والله تفكرين ساعات. بس وين أحط له مكتوب؟ لا هذا موضوع كبير، يبي له وايد تفكير ومخمخة. حبيبتي. تكوين مخمخة. حبيبتي. ماسخ. يبي لي كيلو شكر من دار الشيخ. شالنا ماما، جاوبنا ماما. أدري فيك إذا قلت لك بتقولين ويع وسليمة وماني رايحة وقطيعة. الله يخليك تعال معي استقبال ام مسعود. لا إيه ليش لا لا تحريني تعالي معي. يما انت توعدين الناس تبي تمرينهم وتشوفينهم، انا ايش علي؟ مو كل امهات يرززون بناتهم اللي انت بيض الساعه ويسمعون فيك وما يشوفونك. كل يوم نفس الجمله تنعاد. إيه لا انت تعلمين الله رزقني الا انت. يما دامي مو مبرجه شدك ولا عاجبتك خلاص خليني اروح اعيش بروحي وانت تبليلك من ثانيه. ولا اقول لك ليش ما تشتري لك باربي تسرحينها وتلبسينها وتنكجينها على كيفك. وبعدين انا ما اقدر ترى وايد مشغوله بدرس واحد. وانت 24 ساعه برا البيت ما تشوف رجعت وجهك كلش. يما شغل شغل من زود البزنس عاد الحين. ليش؟ اقول لك نادر سال عنك بالكشته. اقول لك ما أدريك إنه بيكلمك عن شغل أو شيء. مرتين ثلاثة أربعة كلا قلنا أنا أقول إيش تروحي مع العين؟
عشان بدها تضايق، وانا ما الومها يعني الصراحه، هي بالنهايه يعني مره وتغار، واكيد ما تحب ان زوجها يكون قريب من واحده ثانيه. لا 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 سعاد، لا تكبري المواضيع، اصلا ابتسام كلامها مو مهم. يعقوب، أنا مستعدة أجاوب على كل أسئلتك. بعد عندك أسئلة؟ إنزين، شنو تحب أكثر شيء؟ الشعر ولا القصص ولا السيرة الذاتية؟ تحب الروايات؟ وتأذون خالكم نادر بالطريق، ترى ما خلي وديكم حديقة الحيوان. شاوي يلا تجو تيج. صبحك الله بالخير عمي. صبحك الله بالنور والسرور. كنت بالجمعية تنقصت لكم شوية شباتي وسمبوسة، تفضل. مشكور مشكور يا ولدي وما قصرت، كثر الله خيرك. تعال تريق معانا. لا لا عمي، أنا موعد ابتسام بنتريق مع بعض. زين زين، عليكم بالعافية. الله يعافيك. يلا فمان الله. حياك الله يا ولدي. مستعجلة على الدوام؟ لا، تصويري متأخر اليوم شوي. ايه زين، ايش رايك نتريق مع بعض؟ عقبها بوديك مشوار. ايش المناسبة؟ طيب ماكو مناسبة؟ الحين الزوج بيعزم زوجته، ما يصير اطلع معك الا لما يكون في مناسبة. حاسبة الذنب عقب امس صح؟ اي صراحة اي، يعني ما هان علي انك نامين وانت زعلانة، حتى لو كان الموضوع سخيف وتافه مثل سعاد. صدق والله، خليني اراضيك. والله وانا راح اطلع غبية اذا رفضت الفرصة الذهبية. القوم البدلة يلا. خذي راحتك.